السلام عليكم، والنهارده فيديو جديد وبالسرعه بنقول نصيحه على السريع لازم تاخدي بالك منها، وهي المشاكل اللي بتحصل قبل الفطار بين الزوج والزوجه، ودي بتكون دايما مشاكل بتقابلنا في كل بيت في رمضان. المشاكل بتزيد والخناقات بتزيد، الراجل راجع من الشغل اكيد تعبان عطشان مصدع وكمان متضايق من الشغل. لازم انت كأم او زوجة لازم تكوني هادية الاعصاب. هتقولي لي ما انا برضو طول النهار بعمل اكل وبروح السوق واشتري حاجتي واقف في الحر هو مش حاسس بيا. استعيني بالله من النوم الصبح وتطلعي كده من السرير لازم تقولي يا رب النهارده عملته حسبه ليك انت لوحدك، بنيتك انوي النيه ان الحاجه اللي انت بتعمليها لله سبحانه وتعالى. والحاجه الثانيه انك بتاخدي ثواب افطار صائم، اما الثواب الثالث وهو الصبر. وحاولي تكوني ساكته، بلاش تكلمي كتير، دايما تشغلي قران في البيت، وافتكري دايما ان اللي بتعمليه لجوزك واولادك حاجه ربنا بيجازيكي عليها كل الخير، وكل سنه وانت طيبه.